تخيلوا ما حصل في المملكة العربية السعودية مطلع هذا الشهر، قبل مطلع الشمس الصواريخ وطائرات مسيرة تطلق صواريخ على أكبر موقع النفط، معالجة نفط في السعودية. كثير من الأجانب الأمريكيين ليسوا بعيدين، سمعوا الانفجار وحتى أطفالهم. ابني لم يعتقد الأمر مضحك لأنني سأكون ضمن في محكمة الجنايات الدولية كما قالت إيران. قال أنه سيرغب حضور افتتاحية على الأقل. لنعد إلى الأمور الجادة، الأطفال الحمد لله لم تكن هناك خسائر في الحياة، ولكن بكل سهولة كان ذلك سيحصل، ولذلك الكل في المنطقة وحتى في العالم كان محظوظا. أنا أسمي هذا شن حرب دولة ذات سيادة ضد دولة أخرى، وهذا هو هذه حقيقة الأمر. هجوم ضد المملكة العربية السعودية دولة ذات السيادة هو هجوم أيضا على الاقتصاد العالمي.